السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة على أصولها مع أحمد أمين. حلقة النهاردة عنوانها لما تكون فاسد وبيح. إنك تكون فاسد وظالم وضلالي دي حاجة ما بقتش غريبة في الوقواق. انا بتكلم طبعا على منظومة الرياضة في الوقواق عشان محدش ياخد كلامي في حتة تانية بعد اذنكم. انما الجديد بقى اللي غير مسبوق وده اعتقد يخش في جينيز ريكورد سبكتاكلر وورلد اوف جينيز ريكورد رقم قياسي عالمي ان اصبح الوقواقيين في منظومة الرياضة في الوقواق في منتهى البجاحة والسفالة وقلة الادب. يعني لما يكون عندك دوري الحكشة في الوقواق اقسم بالله مسخرة، يعني ضحك السنين، يعني تريقة العالم. قسما بالله ما في دولة مش عمرها اكتر من 7000 سنة، ما في دولة عمرها سنتين يبقى فيها القذارة ده، القذارة دي والهبل ده. عكا يعكها عكا، هبل لنا هبل. مسخرة. دوري بيقعد يتلعب اكتر من سنة ميلادية كاملة، ماتشات في الدور الثاني بتتلعب قبل الدور الاول، الاسبوع السابع قبل الثالث، العاشر قبل السابع، بتلعب في فريق بيلعب فريقين وهو لسه ما لعبش فرق ولا ماتش، ومنتهى قلة الادب. فرق بتفصل لها دوري، بتعمل دوري عشان تكسبه باي طريقة. واحد بيختار، الاخ محمود الساعاتي بيقعد يختار هو عايز يلعب مع مين بالترتيب من الاضعف للاقوى، وده مش اول مره، ده حصل قبل كده. انما لما يطلع علينا الاخ اللي اسمه ثروت سويلم ده، اولا عايز اساله اقول له يا ثروت يا سويلم، انت ايه اللي دخلك منظومه الحكشه في الوقواق؟ تمام؟ عارفين مين السر في مين؟ اساله الله يرحمه بقى سمير زاهر. ممكن ابقى اعمل لكم حلقه كامله على ازاي ثروت سويلم ده راجل شرطه، كان عميد باين اخر حاجه زي كده، وبقى في الحته دي كويس. لما يطلع كمان بمنتهى البجاحه يتريق على نادي الزمالك ويقول نادي الزمالك اساسا ما بينافسش، بيتكلم ليه واحنا مش قادرين نلاعب نادي مصر مع انديه معينه عشان ارتباطات الانديه دي؟ انديه ايه اللي عندها ارتباطات؟ يعني 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 حتى اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل، وكذب مساوي ولا صدق منعكش. يعني راجل طالع يقول اي كلام يهبد يضحك الناس عليه بجمله وزاده الضحك يعني. وبعدين يقول لك لو عايزين يشتكوني يشتكوا للشرقيه عشان انا شرقاوي. يا راجل اتكسف، عيب عليك وعلى سنك، عيب عيب. قول لي بس، انا عايزك تقول لي انت ايه مؤهلاتك وايه وليه محطوط في الحته دي؟ وليه موجود وليه مفروض؟ انما انت طالع بتنفس كلام الناس اللي جابوك واللي حطوك زيك زي احمد دياب. اذا لم تستحي في الوقواق، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي الوقواق اذا لم تستحي فقل ما شئت. ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، وامل ماتت ودفنت وشبعت موت من 72 سنه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، واللهم عليك بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. يا زملكاويه محترمين، لا تنتظروا اي جديد او بارقه امل، وبقولها لكم والموضوع منتهي. والحل الوحيد قلته وبقوله وهقوله المقاطعة. قاطعوا جميع أنظمة الحكشة في الوقواق وجربوا سنة واحدة وهتشوفوا النتيجة إن شاء الله رب العالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اللي تعجبه الحلقة فضلا وليس أمرا لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. وفي النهاية السلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.